انا بقى عايزه اسال عن النقطه دي يا فندم، يعني احنا محتاجين قد ايه عشان يحصل التوازن المناخي او تحقيق التوازن بناء زي ما نقول على تركيزات الغازات الدفيئه الموجوده في الغلاف الجوي النهارده؟ تمام، انا عايز اديكي فيجر يعني يفهموا برضو المشاهدين معانا سريعا يا فندم عشان معلش. نبقى يعني بنخش في ارقام كتيره. لكن لو قلت لك ان احنا لو وقفنا الوقود الاحفوري المقصود بيه البترول الغاز الطبيعي والفحم، لو وقفناه كومبليكسي دلوقتي، فاحنا محتاجين عده ديكيد، يعني حوالي 30 سنه علشان درجه حراره الارض تثبت عند الدرجة اللي وصلنا لها دلوقتي، وهي 1.6. 30 سنة، 30 فتديكي سنة فكرة ان احنا ما احناش بنهزر. يعني 30 سنة، معلش خلينا نفهم حضرتك، 30 سنة عشان نفضل عند النقطة اللي احنا فيها ولا نحقق فكرة التوازن؟ لا، علشان نثبت بس على اللي احنا فيه، وبعد كده مع بقى العقود الكثيرة من الزمن القادمة إن شاء الله تبتدي حرارة الأرض تقل. لكن طيب، علشان بس نثبتها ل 30 سنة قدام، محتاجين نقطع الوقود الأحفوري للصفر دلوقتي. طب طبعا خليني ده مش حاصل، لكن اللي هيحصل إيه؟ اللي هيحصل إن إحنا هنبدأ بالتدريج، نبتدي في الطاقة الجديدة والمتجددة. والحقيقة انه تحديدا مصر يعني ليها هدف في هذا المجال يا دكتور، يعني في جهود بتسير على قدم وساق لأن تكون مصر واحدة من أهم الدول اللي بتعمل بالطاقة المتجددة تحديدا. طبعا مصر، بصي مصر، عايزين بس نبقى واضحين في الموضوع ان مصر غير مؤثرة على الاحتباس الحراري العالمي، يعني نسبة لا طبعا هي انبعاثات كدولة واحدة مستحيل تبقى مؤثرة في العالم يا دكتور، بس يمكن دي كانت معلومة كون أيوة حضرتك ذكرت الطاقة يعني المتجددة. تأثيرها، ما فيش دولة طبعا ما بتأثرش، لكن تأثيرها يعتبر ضعيف جدا، واخد بال حضرتك؟ لكن طبعا محتاجين دعم أكتر علشان طبعا نتحول للطاقة الجديدة والمتجددة. والحمد لله احنا برضو لازم نذكر هنا انه المشاريع الجديدة والطرق والمدن الجديدة اللي بتتبني بتخفف كتير طبعا من الانبعاثات الكربونية. احنا صحيح، كل ما بننحصر والمرور بيبقى بايظ، الانبعاثات الكربونية بتزيد اكتر.